ما حكم تقصيب بشوت الرجال؟ لا نعلم يا شيء تقصيب لا نعلم يا شيء. إذا كان من غير الذهب والفضة من أنواع الصفر اللماع لا نعلم يا شيء. أما جعل الذهب فلا يجوز إذا وجد هذا إذا قدر ذلك. والذي علمنا من الخبرة أن هذا الشيء الذي في الزري هذا ليس بذهب، وإنما أشياء من أنواع الصفر اللماع الذي يظن أنه ذهب وليس بالذهب. والصفر يسمى شبه يشبه الذهب لما فيه من الصفرة ولماعا في بعض الأحيان وليس بالذهب. والفضة أسهل من الذهب ولكن لا ينبغي أن يستعمل لو وجدت.